كل المتابع لمجريات الأمور في شتى المجالات هيلاقي أن دايما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي اهتمام كبير جدا للشباب، وأيضا بيراهن على الشباب في كمان يعني رهان بيكون في محله دايما. والحقيقة احنا هنا ما بنتكلمش بس على الشباب المصري، لا، احنا هنا كمان بنتكلم على الشباب العربي والشباب الافريقي. علشان كده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس في لقائه مع وزراء الشباب والرياضة العرب دعا لان عام 2023 يكون عام للشباب العربي، ويتم تنظيم في هذا العام مجموعة من الأنشطة بالتناوب ما بين العواصم العربية المختلفة طوال أيام السنة. مش بس كده، كمان يكون في مساحة، المساحة دي أو أرضية مشتركة للتشاور ما بين الكوادر الشبابية في الوطن العربي ككل. ويمكن ده اللي بيأكد حاجة واحدة فقط يا بسنت، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية لقيادة البلاد وهو دائما ما يراهن على الشباب، ويمكن قالها علنة: لا نهضة ولا تنمية دون الشباب. ده حقيقي يا أحمد، والمبادرة دي في الحقيقة مهمة جدا إن السيد الرئيس عملها، لأنه المجتمع العربي مجتمع شاب، يعني النسبة الكبيرة منه في مراحل العمرية شابة، وبالتالي لازم يكون في نوع من التواصل والمشاركة والدعم وكمان التمكين السياسي والاقتصادي للشباب. أعتقد أن احنا عندنا تجربة مهمة جدا في مسألة تمكين الشباب، واللي بدأت بالتأهيل والتدريب الجيد، وده كان من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وبعد كده الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب اللي بترعى دلوقتي الحوار الوطني اللي دعا ليه سيادة الرئيس. في الحقيقة أحمد، كمان الشباب العربي عنده القدرة وعنده الريادة اللي احنا شفناه في مجالات مختلفة. صحيح. في الفترات اللي فاتت، سواء في الرياضة، في الفن، حتى مجالات الفضاء، كانوا قادرين ان هم يتفوقوا ويحطوا اساميهم ويحطوا اقدامهم في مجالات مختلفة ويحققوا فيها نجاحات مختلفة. طيب بس انت، ويمكن كل المتابع لما يحدث على ارض مصر تحديدا بيلاقي ان الشباب المصري قدر ان هو يغير في كتير من الامور، وكان بمثابة ضخ يعني دماء جديدة في شرايين الوطن بشكل عام. وهنا نشيد بدور الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة الـ PLP، اللي قدرت اللي هي خلال فترة قليلة جدا تطلع لنا كوادر. الكوادر دي قدرت تتمكن في كافة الأصعدة، وهنا نتكلم تحديدا على زي ما بيقولوا كده بالبلدي الدولاب التنفيذي للدولة. شفنا تواجد الشباب في عدد من المناصب القيادية، سواء كان نواب وزراء، سواء كان أيضا نواب محافظين، وشفنا كمان نماذج شابة من الوزراء. عايز كمان أكد على أن فكرة التواصل الدائم مع الشباب، إحنا لحد دلوقتي عملنا 8 مؤتمرات وطنية للشباب، ده بالإضافة لأربع نسخ من منتدى شباب العالم ونسختين من منتدى الشباب الإفريقي اللي تم في أسوان. كل ده بيعكس وبيأكد حاجة واحدة فقط، هي إن التجربة المصرية هي تجربة رائدة في تمكين الشباب. بمناسبة كلمة رائدة اللي انت بتقولها دي، انا بحس فعلا ان يعني الحكومة المصرية طبعا بقيادة السيد الرئيس عندهم دايما استراتيجية استباقية للأحداث. زي ما احنا اتكلمنا مع حضراتكم انه الشباب العربي حقيقي عنده خطوات ناجحة جدا وثابتة جدا نحو التقدم وكمان الريادة في مجالات مختلفة قدام العالم كله. فامبارح سيادة الرئيس دعا إلى إنشاء اتحاد للشباب العربي، وده هيمثل آلية متطورة للتواصل، وهيكون جسر ومنصة عربية لتعظيم التفاعل بين الشباب بشكل منتظم وممنهج. ومن خلال المنصة دي هيقدر الشباب العربي أنهم يتعرفوا على القضايا والاهتمامات المشتركة ويتفاعلوا معاها، وكمان هيقدروا يواجهوا أي أفكار مغلوطة أو ظواهر تؤثر بالسلب على المجتمع العربي. وفي الحقيقة ده مهم جدا أن احنا كلنا نتجمع وكلنا نتحد بالفكر الإيجابي، وفي نفس الوقت نتصدى لأي فكر سلبي. من أهم المبادرات اللي أنا شايفة الوقت مناسب إن احنا كلنا كشباب عربي نتحد مع بعض ونحط إيدينا في إيدين بعض، وإن شاء الله نطلع من المبادرة دي بحاجة إيجابية جدا. يعني في مقولة كده يا بسنت لأينشتاين بتقول لك إيه: لا يمكن أبدا حل المشاكل بنفس طريقة التفكير التي أوجدتها وتسببت فيها. بالبلدي كده، لو في مشكلة، المشكلة دي ما ينفعش أبدا نفس الشخص اللي تسبب في هذه المشكلة يكون هو نفس الشخص اللي تسبب في حلها. علشان كده بيجي فكرة دعم الشباب، لأن دايما الشباب بيكون عندهم أفكار يمكن بره الصندوق، أفكارهم دايما بتكون مختلفة، أفكارهم دايما فيها نوع من أنواع الكرياتيفيتي يا بسنت أو الإبداع، اللي بيقدر
فعلا اللي هو يحل المشكله وفقا لمتطلبات العصر الحالي. ده حقيقي، وجه الوقت اللي كلنا نتحد فيه عشان نطلع باحسن نتيجه ممكنه. متفائلين خير باللي جاي، ومتفائلين خير بشبابنا العربي اجمع. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.